على الكابلس 91. هذا هو الموتر قدامي، مزاد بكره ان شاء الله باذن الله. الموتر صراحه جميل من نوعه، يوجد عليه بعض الملاحظات البسيطه جدا. ممشى اصلي 56,000 مايل. السياره ما شاء الله نظيفه، راعيها مهتم فيها للامانه، يعني شوفوا ما شاء الله الموتر صراحه نظيف. اوريكم بعد شوفوا من ورا كيف، مو مفتوح الباب اللي ورا، مفتوح الباب اللي قدام. اوريكم من قدام شوفوا كيف التخشيبه، والله ريحته حتى حلوه ما شاء الله من الداخل. كابلس جميل من نوعه صراحه. على جيب الحربي، هذا موديل 67. هذه مواصفات السياره هنا بالكامل ما شاء الله. سقف طبعا مو بهارد توب مثل ما انتم تشوفون، السقف حقه جاي سوفت توب. وشوف الحوض ما شاء الله كيف، صراحه الموتر جميل من نوعه، واضح على حطته من لوكاتا او حطته من الجيش يعني نقول. والله حديد حديد هذا الموتر ما فيها كلام، شوف الدبلات وشوف الامور اللي فيه، حتى الوينشيلد اللي هنا بعد كمان حديد حديد صراحة حديد. والله الموتر جميل صراحة. السيارة بالكامل بحالتها الأصلية، حينباع فعلى السعر ما شاء الله. الموتور جميل يا اخوان، ألوانه حلوة بعد ونظافته عالية من نوعها صراحة، مو باين حتى عليه انه ماشي 80,000. طبعا حتى 80,000 ممشى على موديله ترى ما يعتبر ممشى، بالعكس بعض الأحيان أنا آخذ سيارة تكون ممشى شوي عالي، لكن على الموديل لازم السيارة بعد تتحرك. يختلف من شخص لشخص، يختلف الذوق ويختلف الطلب، لكن هذا ما شاء الله الموتر جميل من نوعه، الوانه حلوه، يوجد عليه ملاحظات في الداخليه. والله الباب ثقيل بعد ما شاء الله يتقفل. تلفون مال اللينكن 1954 لينكن ما شاء الله ماكينته 318 205 احصنا من الوكالة، اصل من 14,000 سيارة بس صنعت بهذه المواصفات بالكامل، وهذه تعتبر واحدة منهم. السيارة هذه قدام الحين نظيفة ما شاء الله، كروماتها جدا جدا جميلة من نوعها، البوية حقتها مرة حلوة، الالوان جميلة جميلة في السيارة صراحة. هذا كلاسيكي ما فيها كلام، شوف الداخلية الله، كانه زي الداش حق المرسيدس بس هذا جاي صغير وكلاسيكي، كانك جي واجن حقت العدادات. بس ما شاء الله موتر جميل صراحه، الوانه حلوه. خلينا نفتح الشنطه هنا نشوف الشنطه، شوف علامات ال، ايش رايكم يا اخوان؟ شوف علامات اللي.